نعم، نحن هنا في مركز مدينة تل أبيب، هي المظاهرة المركزية، ولكن هنالك كما في كل أسبوع أكثر من 100 مركز تقام فيه تلك المظاهرات، أهمها في مدن تل أبيب والقدس وبئر السبع، وفي حيفا أيضا هنالك آلاف كثيرة تشارك في هذه المظاهرة الأسبوعية. هنا في تل أبيب وفق الأعداد التي نراها الآن قد تصل أو تقدر هذه الأعداد كما نتوقع ب 150 ألفا إن لم يكن أكثر من ذلك. إذن ربما ميزة هذه المظاهرات التي تحتج على التشريعات القضائية هي كونها تستطيع أو تتمكن من إخراج مئات الآلاف كل أسبوع، وليس فقط مرة واحدة خلال شهر أو بوتيرة بعيدة. كل أسبوع هنالك مئات الآلاف يخرجون للاحتجاج على هذه التشريعات القضائية، ولكن يعني نرى بأن هنالك أقل مواجهات بين المتظاهرين وبين الشرطة، ربما من منذ تعليق أو منذ أن أعلن نتنياهو عن تعليق هذه التشريعات القضائية والدخول في مفاوضات مع المعارضة الإسرائيلية في الكنيست. ولكن هنا هم مصرون، هم يعرفون بأن تعليق هذه التشريعات وليس سحبها نهائيا عن الطاولة قد يكون مجرد ذريعة أو طريقة أو تكتيك من نتنياهو وحكومته من أجل تهدئة الشارع ومن ثم إعادة تشريع هذه القوانين خلال الدورة الصيفية للكنيست التي بدأت خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي الشارع لم ينم، الشارع ما زال يحتج على هذه التشريعات. هنالك أيضا ظاهرة أخرى نراها من أسبوع إلى أسبوع، هو بأن هذا المكان، هذه المسيرة المركزية تستغلها مجموعات عديدة قد تشارك كل هؤلاء المحتجين برفضها للتشريعات القضائية، ولكن تحاول عرض أجندة أخرى. اليوم مثلا رأينا مجموعة كانت تحتج على الجريمة في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل وتحمل صور القتلى وتحتج على سياسة الحكومة في هذا الصدد التي لا تحارب الجريمة في المجتمع العربي. هنا أيضا مثلا من خلفنا الكتلة المناهضة للاحتلال التي تتواجد تقريبا كل أسبوع، كانت قد هوجمت في الأسابيع الأولى ولكنها صارت أيضا جزء من هذا المشهد للحديث للقول، يعني المقولة الرئيسية بالنسبة لها هو أنه لا يوجد ديمقراطية مع وجود الاحتلال. خلال مشاهداتك اليوم، هل كانت هناك مواجهات بين المتظاهرين الذين يرفضون هذه الإصلاحات بشكل عام، وأيضا بالنسبة للموالين للحكومة الذين ربما يوافقون ويدعمون هذه الإصلاحات؟ نعم، كان هنالك بعض الأشخاص كانوا قد اشتكوا بأنهم تعرضوا للبصق في الشارع ولبعض الهجوم من الموالين من الحكومة، لكن لم تكن هنالك مظاهرة مضادة من أولئك الموالين للحكومة الإسرائيلية ولهذه التشريعات، ولكن كان هنالك بعض الأحداث الاستثنائية لكنها لا تذكر يعني أمام مشهد مئات الآلاف. فقط نذكر أنه قبل أسبوع ونيف كان هنالك نحو 200,000 إسرائيلي من الموالين لليمين واليمين المتطرف كانوا قد أخرجوا إلى الشوارع أو خرجوا إلى الشوارع من أجل المطالبة باستكمال هذه التشريعات القضائية. كانوا قد رسموا صورا لقضاة المحكمة العليا وللمستشارة القضائية للحكومة وداسوا عليها على هذه الصور بأرجلهم على الشارع. هذا أدى أيضا إلى انتقاد كبير في صفوف المعارضة، خاصة وأنه لم يكن هنالك استنكار أو شجب من قبل الحكومة الإسرائيلية وأقطابها لهذا التصرف من مواليهم، ولكن لا شك بأن الحكومة ستحاول إخراج هؤلاء الآلاف أو مئات الآلاف من مواليها من أجل أن تجعل من أجل أن يعني أن تقول بأن هنالك يعني بأن هنالك من يريد هذه التشريعات القضائية وبالتالي يجب المضي قدما فيها.